هل التحرك والتنمية والبناء هذا القطار العظيم اللي موجود في مصر، وهو قطار فعلا عظيم حقيقي يعني، بس موجود في سيناء ولا هو في كل ربوع القطر المصري بال 27 محافظة، أقدر أقولك في كل حاجة، بل في كل ما لم يكن حتى على بال، أنا أقدر أقولك بمنتهى الثقة وبأريحية مطلقة، البحيرات المصرية قعدت فوق 100 سنة دون أن تلمسها يد. لا خد بالك، لا تفهم أنه دون أن تلمسها يد أنها كانت صاحبة مياه زرقاء رقراقة، لا هي لا تلمسها يد، بمعنى هذه البحيرات لم تكرك لمدة 100 سنة، هذه البحيرات لم تطهر مياهها لمدة 100 سنة، هذه البحيرات لم تلمس البواغيز بتاعتها اللي بتدخل المية الجديدة الفريش يعني لمدة 100 سنة، هذه البحيرات حتى غابت عن الدولة فانتشرت فيها كل حاجة ممكن تتصورها، أي حاجة غلط، أي حاجة غلط، خلي ذهنك يسرح، أي حاجة غلط. طيب والوحش كمان إنه بسبب بقى عدم الاهتمام وعدم التطهير وعدم التكريك وعدم تطهير البواغيز وفتحها و و و و أدى إلى إنه حتى ثروتها السمكية أصبحت في أسوأ حالة ممكن تتصورها. وصلنا إلى إنه أهالينا اللي مش بيعملوا الحاجة الغلط، اللي عايشين على الصيد وتجارة السمك، خلاص الناس يا إما هتترك المهنة أو بتتركها كانت بالفعل، يا إما الناس اتخربت بيوتها بالمعنى الكامل. جت الدولة خدت قرار احنا مش هنسيب الموضوع ده، واشتغلنا، الدولة اشتغلت، اشتغلنا دي يعني انا وانت وكلنا، وهو في النهاية هي بلد واحد. انا مش من انصار انه يجي يقولك اصل الدولة والمواطنين، ما فيش حاجة اسمها كده، فيعني لا في حاجة اسمها كده في السياسة ولا في حاجة اسمها كده في الادارة الحقيقة، ولا يصح ان يبقى في حاجة اسمها كده لا في اعلام ولا في صحافة، هي دولة الكل بيشيل الشيلة. طيب فاشتغلنا، فطهرت البحيرات وكركت وعمقت وفتحت البواغيز على مصراعيها وألقيت زريعة سمكية جديدة علشان الناس تقدر تشتغل، بل أنا هزيدك من الشعر بتاعني، قول كل الشغل ده نقدر نتكلم فيه مثلا مع وزارة الري وما إلى ذلك، لكن وزارة الزراعة ايضا بما عشان موضوع الزريعة، لا ده كمان اشتغلنا على ازاي نقدر ندعم الصياد ونجيب مراكب جديدة ونجيب شبك جديد ونجيب معدات جديدة ونساعد و و و ده طبعا بخلاف الشق الامني الحقيقة المهول اللي اتعمل علشان تطهير كل هذه الاماكن من الجرائم اللي كانت موجودة فيها. معنا على التليفون مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا دي من قلبي والله، اوعى تفتكر ان انا الابتسامه دي وراها اي شيء، ده انا بجد من قلبي يعني. لا طبعا طبعا من قلبي في المطلق في المطلق. طيب يعني مهم عندنا ان احنا نتكلم على الجهد العظيم اللي اتعمل في ازالة التعديات اللي كانت بتحصل في البحيرات، اعمال التكريك في كافة بحيرات مصر، فتح البواغيز وتطهيرها وتوسعتها، يعني اللي اتعمل عظيم. انا من الناس اللي بشوف ده تقريبا كل اسبوع، لان انا رايح جاي طريق مصر اسكندرية يعني فاضل بس ان انا احمل ركاب، فانا بشوف ده بعيني بصراحة، وده على بحيرة واحدة بس، ده أنا بتكلم على مريوط، فما بالنا بالباقي يا فندم، كلمني أرجوك وقولي. هو بالفعل يعني الشغل اللي اتعامل في بحيرة المنزلة تحديداً كتير جداً كتير، هذه اللي يمكن اتعرضت. لا محمد بيك الشبكة عند حضرتك صعبة جدا قوي خالص، أرجوك. أنا عايز مكان تبقى الشبكة فيه حلوة كده عشان أسمع الكلام وانبسط. لا الشبكة مش قد كده. طب باشمهندس محمد هستأذن حضرتك، احنا هنعود الاتصال، بس أرجوك 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 يعني معلش، هو الدنيا برد، تقل واطلع البلكونة يا فندم. ألف شكر
باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. يا جماعة أنا بسافر اسكندرية كل أسبوع، وعليه أنا بشوف اللي حاصل. فاكرين زمان الملاحات؟ الله، معانا تاني المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، منورنا يا فندم. أهلا بيك. أيوة كده الصوت أحلى. حضرتك كده كويس؟ يا فندم اتفضل. بالنسبة لبحيرة المنسية طبعا فيها اتعمل فيها مجهود كبير جدا خلال السنوات الماضية على مدى طويل. هذه البحيرة حصل فيها تدهور كبير لحالة البحيرة بسبب وجود الحشائش وتدهور نوعية المية داخل البحيرة. وده دفع أجهزة الدولة المختلفة، أنا مش بتكلم على وزارة الري فقط، ولكن في مجهود كبير جدا من العديد من الوزارات والجهات المعنية، أحدها كان وزارة الري، لكن في مجهود كبير جدا في عمل إزالة للتعديات وتطهير للحشائش الموجودة وأعمال تكريك مختلفة في البحيرة نفسها. يمكن وزارة الري، وده الجزء اللي أنا حابب أتكلم عنه، كان لها دور بارز في هذا الأمر، لأنه بحيرة المنزلة متصلة بالبحر المتوسط عن طريق اثنين من البواغيث. البوغاز ده اللي هو الفتحة اللي بتربط البحيرة بالبحر المتوسط. طبعا نتيجة لحركة الأمواج وما ينتج عنها من حركة الرمال والرسوبيات اللي موجودة في البحر، البوغاز دوت بيتسد مع حركة الأمواج المستمرة، الرسوبيات والرمال بتتجمع في هذه البواغيز وبتقفلها، وبالتالي مية البحر مش بتقدر تدخل للبحيرة. ده كان بيستلزم تنفيذ أعمال لحماية هذه البواغيز، وبحيث أن هي تكون باستمرار مفتوحة، عملية منشآت للحماية، منشآت شاطئية بتحمي هذه البواغيز، بتخليها دايما مفتوحة طول السنة، وبالتالي المياه البحر المتوسط بتقدر تدخل بسهولة من هذه البواغيز إلى داخل البحيرة. حلو. أيضا في ممرات من البواغيز إلى قلب البحيرة بنسميها القنوات الشعاعية، ودي بتبقى عبارة عن يعني زي خطوط طولية بيتم تكريكها بطول البحيرة، بحيث أنه المية تقدر تتحرك جواها وتنتشر في أجزاء كبيرة من البحيرة. الهدف من إن احنا ندخل مية البحر إلى البحيرة إن احنا نحسن نوعيتها، بحيث إن هي تكون قادرة على تربية الثروة السمكية داخل البحيرة، لأن طبعا تدهور النوعية خلال الفترات السابقة أثر للأسف بشكل كبير جدا على الثروة السمكية الموجودة في البحيرة، وده طبعا انعكس بشكل سلبي على الصيادين وفرص طبعاً عملهم، لان طبعاً دي حياتهم، هم ما عندهمش مصدر صح رزق اخر غير صيد الاسماك من بحيره المنزله، وبالتالي تدهور نوعيه الميه وبيسبب ضياع فرص عمل للالاف من الاسر اللي بتعتمد على بحيره المنزله. الاعمال دي اعمال البواغيز والقنوات الشعاعيه الحمد لله اسهمت في تجديد الميه داخل البحيره بشكل مستمر، بدخول مية البحر بشكل مستمر، فبالتالي تحسن نوعية المية وبالتبعية انعكاس دوت على تحسن طبعاً كمية الثروة السمكية الموجودة في البحيرة، وبالتالي الصيادين ازدادت دخولهم وقدروا ان هم يحافظوا على فرصة عملهم اللي هم المعتمدين عليه. جهد رائع جدا 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 من حضراتكم الحقيقة، ووجب ان هو يلقى عليه الضوء. ما تيجوا يا جماعه نلف لفه في البحيرات انا وزملائي في البرنامج، والله هتبقى لطيفه جدا. طيب خلوني اولا اشكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري والموارد المائيه، الف الف شكر يا فندم. طيب